الرقم المطلوب مغلق أو خارج. مؤيد مسكر تليفونه كمان. بيفتحه هلأ، بيفتحه، لا تخافي. زعلته كتير هالمرة، ما رح يسامحني. كتير عم تكبري الموضوع، يعني مو معقول من ورا خناقة صغيرة ينهي العلاقة بهالسهولة. ما بعرف شلون حكيته هديك الكلمة، مؤيد مستحيل ينساها، أنا بعرفه. مو معقول يقدر ينهي كل شيء، صدقيني بنتي. مؤيد ما نو مغفل ليحطم كل شيء بلحظة. بعدين حبيبتي بانا، ما تنسي الوضع اللي وصل له، أكيد هو ما رح يتخلى عن هالشي ويرجع للوضع اللي كان فيه. لا تحملي الموضوع أكتر ما بيستاهل، أكيد بعد شوي بيهدى غضبه وبيحكي معي وبيقبل اعتذارك كمان. لا تستعجلي، أعطيه شوية وقت ورح ينسى المشكلة اللي صارت بينك وبينه. والله بموت إذا ما صار العرس. تخيلي الفضيحة إذا ما منتزوج، ما رح أقدر أطلع بحدا. وحياتك رح يصير العرس يا بانا، بترجاكي تروحي تغسلي وشك وتهدي شوي. وأنا لما بقلك إنه كل شي رح يتصلح فرح يصير هيك. حتى مشكلة عمر أنا ناوية حلها، وبهالحالة ما بيبقى عنكن ولا مشكلة. خلاص وثقي فيني بنتي، يلا. شوفي هاد اللون كتير بيلبقلك. والله ما بعرف، كأنه خارج صبايا صغار. اسمعوا اسمعوا، ليش شو انتي ختيارة يعني؟ شوفي هاد الموديل كمان، شوفي هاد كمان حلو كتير بس ما بناسبك. أنا برأيي إنك تعملي فستان أبتو مايلي هيك، ويكون من تحت كمان مثل الأبي طرف بطرف، هيك الموضة. والله ليش الكذب، أنا حابة ألفت نظر الناس بهداك اليوم، يعني بالنتيجة أنا صاحبة العرس، يعني ابني اللي رح يتجوز، في أحلى من هيك مناسبة؟ بس لو بعرف شو اللون اللي رح تلبسه نهى خانم بالعرس مشان ما ألبس نفس الشي، ما حلوة بحقي. دخيلك، شو ما لبست انتي شو بهمي، المهم تختار الشي اللي بناسبك. ليكي هالموديل كتير بيلبق لك، ألوانه حلوة ومناسبة كمان. منرفع لك جزء من شعرك لفوق ومنترك الباقي، وبينزلوا هيك على وشك بيعطوا حيوية. وفي موديل كتير مرغوب، منجيب ألماسات ومنشكشك لك ياهن على داير شعرك. بتعرفي أنا عم فكر إني أصرخ مثل شعر نهى خانم، بتوقع إنه الكاري يطلع علي حلو بناسب وشي. أخ يا سامي منك، ما بتحل عني خمس دقايق. عاشق مرته حبيبتي. الله يجعله خير. بتعرفي بس يرن هالتليفون أو يندق الباب بيطير عقلي من الخوف على مهند. إن شاء الله سامي يكون حاكي معه وعم بيطمني عنه. هاي نهى خانم يا كوثر. أوه قلتك شو بدها؟ ردي عليها وبتعرفي، ليش قاعدة هيك عم تتحذري؟ ألو هندا خانم، مرحبا. والله القلوب عند بعضها يا نهى خانم، كنت عم فكر اني اتصل فيكن واطمن عليكي انتي وبانا. بس انتي سبقتيني واتصلتي قبلي. طمنيني كيفك؟ الحمد لله، وانتو كيفكن؟ نحن الحمد لله مناح، بس طبعا تجهيزات العرس اخذ كل وقتنا. في شي بقدر ساعدكم فيه؟ يعني انا عم اساله لمؤيد على طول، بس عم بيقول لي ما في شي، بس انا لازم اقوم بواجبي معكن. رجاء يا نهى خانم تقلي لي بصراحه إذا في شي بقدر أعمله أنا جاهزة. لا لا، أنا بس اتصلت مشان سلم عليكي، ما في شي بنوب، ومؤيد متابع كل الأمور وما في أي مشكلة، تقريبا كل شي جاهز. خليه يحكي لك التفاصيل. ليش أنا عم شوفه لمؤيد حتى نقعد ويحكي لي هالتفاصيل؟ عم يركض ليل نهار مشان الشغل وترتيبات العرس. والله صار لي كم يوم ما شفتوش بنوب. إن شاء الله كل الأمور بتتم على خير. إنه هخانم
شكرا على اتصالك. لا ولو. وهلأ بخاطرك، بتمنى توصلي سلامي لسامي بيك. بيوصل طبعا بيوصل. وانت سلمي لي على بدر بيك كمان. ييه، شو هالمرة، قديش هي ظريفة. معقول؟ والله خجلوني بلطفهم. أنا كنت حابة أحكي معها، يعني فيك تقولي نحن صرنا عائلة واحدة ومثل الأهل، بس مؤيد ما بيسمح لي حاكيهم. وليش بالله؟ شو فيها يعني؟ قالت لي انتهوا من تنظيم العرس. والله برافو، ما تركونا نساوي شي بنوب، والله عم بيكبوا المصاري كب. مؤيد كتير توفق بهالزواج، والله ألف حمد وشكر لك يا رب على هالفرصة. لا قصدك لو تزوج بنتي جميلة كان حظه سيء وما توفق. يا الله، لا الله يخليكي لا تأخذيني، يعني أنا أخذت راحتي وعم أحكي معك هيك لأنه انتهت علاقته مع جميلة، بس ما قصدي إني أزعجك. تذكري وقت اللي اجيتوا تطلبوها أنا شو قلت لكم؟ قلت لكم أبداً ماني موافقة، أنتوا اللي أصريتوا يا خانو. صحيح، أنا ما بدي أكيد تزعلي مني. ومن شو بدي أزعلي حبيبتي؟ بعدين أنا ما بحمل المواضيع مثلكم، ما في داعي. نحمد الله ونشكره أنه الحظ ضحك بوشنا، منيح اللي ما تزوجته. أنا مبسوطة كتير أنه علاقتهم انتهت. والله معك حق، يعني نحن وقت كنا نسايب ما كنا نتفق مع بعضنا. شوفي هلأ كيف انسجمنا لما صرنا نتعامل كجيران وبس. ايه صح. يلا تركينا من هالقصص وخلينا نرجع للفستان تبعي ونشوف. بس انا ايه، ما في شي عاجبني من هدول كلهم. هندا بتعرفي انا شو عم اقول؟ روحي لك لعند شي مصمم ازياء. هيك قولتك؟ ايه طبعا، إذا عم تفكري تنافسي نهى سنانير لازم تلبسي شي مميز. وما في قدامك غير تشوفي شي مصمم أزياء غير شكل. بس أنا من وين بدي لاقي مصمم أزياء؟ بعدين أنا ما بقدر روح لوحدي لأنه ما بعرف أتصرف بهيك مواقف. يا ريت إذا بتقدري تساعديني وتجي معي. اليوم بدور لك بالإنترنت وشوف عناوين مصممين الأزياء المشهورين واحد واحد، منختار واحد منهم ومناخد موعد، وإذا بدك بعدين منروح مع بعض. لك زينب مو هي مصممة أزياء وشاطرة كتير، حتى أنه دارسة برا. إيه والله، ليش لروح لبعيد؟ رح أروح أطلب منها. خلص خلص، أنا اليوم رح أروح أحكي معها وبالنتيجة هي ممكن تصير كنتي، وأنتي ممكن تساعديها وتقدمي لها أفكارك. نجتمع كلنا ونخلص من هالشغلة. بهيك حالة أنا ما في داعي أتدخل بالموضوع بنوب. زينب بتصمم وبتخيط أو بتاخدك لعند شي حدا من معارفها، ما رح تلاقي مصمم يهتم فيكي قد زينب، ما هي؟ وهي انحلت مشكلتك. لك أهلا وسهلا، كيف صحتك حبيبتي؟ منيحة، جاي أصبغ شعري. تكرم عيونك، تفضلي تفضلي. يا بنات جهزوا لنا عدة الصبغة بسرعة، صار لي زمان ما شفتك عنا حبيبتي. تعرفي مشاغل بس الحياة. ما هيك اشتقنا لك والله.